السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم في هذه الأمسية التي أسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأسأل الله عز وجل أنها تستمتعوا فيها كما أنني أستمتع بوجودكم حقيقة. فأهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية. حقيقة اليوم في عندنا عدة أمور سنقوم فيها ونعرضها عليكم. كأني جدولت أنا يمكن 3 شغلات أو 4 شغلات، والآن طلعت كمان شغلة خامسة اللي هي إذا في استراتيجية للمبتدئين بسيطة. طيب الآن أول أمر بدي أتحدث فيه عشان أنا هلا متذكر، ذكروني إذا نسيت لأنه يعني الزهايمر كثير عندي واصل مراحله. أول أمر اللهم صل على محمد، أول أمر وهو أنه أغلق الشهر اليوم، اليوم سيغلق الشهر وسيفتح شهر جديد، وهذا يعني أننا يجب أن ننظر إلى الشمعة الشهرية، أين ذاهبة الشمعة الشهرية؟ هذا أول أمر. والأمر الآخر سأتحدث عن إدارة رأس المال، عن إدارة رأس المال. حياك الله أخ. هذا إدارة رأس المال. والأمر الثالث راح يكون مفاجأة جديدة. الأمر الرابع وهي المسابقة، لأنه بدأنا إن شاء الله يعني اليوم 31، غدا سنبدأ في فتح الحسابات، هذه بالنسبة للمسابقة. والأمر الأخير اللي هو بدنا نحكي في إدارة رأس المال و استراتيجية بسيطة للمبتدئين كما طلب أحد الإخوة، يمكن حمد سالم أو سالم حمد، والله ما أتذكر بالضبط. لذلك ما بعرف إذا بتتحملوني اليوم أن يكون لقاءنا الساعة، يعني أنا بكون ممنونكم إذا بتتحملوني. طبعا إذا قدرت أني أوجز أقل يعني في نص ساعة ما عندي مشكلة، إن شاء الله أستطيع أني أنهي، لكن إذا ما استطعت أني أنهي لأنه عندنا كم هائل من النقاط إلى الفجر. له أنا لأنه اليوم الساعة 12 بالنسبة لي بعتبره وقت تاريخي، وقت تاريخي الساعة 12، لازم الساعة 12 أكون وراء الشاشة كل يوم، لكن بالنسبة لليوم بالذات راح تكون إغلاق الشموع على الشهري وستفتح شمعة شهرية. واللي بحب أبشركم فيه إنه الشموع الشهرية لهذا الشهر جدا 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 حلوة، يعني إن شاء الله سيكون شهر مليء بالفرص. الأسبوع اللي إحنا طبعا إلنا مع بعض للعلم، يعني ملناش مع بعض يمكن أسبوع إلى الجروب أو 8 أيام، بفضل الله يعني النتائج جيدة. وأنا للعلم أول مرة لسه بستخدم تليجرام، فيمكن في صارت بعض الأمور اللي فيها بعض الأخطاء، فأنا إن شاء الله راح أتداركها لاحقا بإذن الله في موضوع إنزال التوصيات مع الشارتات إلى آخره. لكن هو الوقت إنه أنا في عندي شوية مشاكل في موضوع إنه بدي ألحق أنزل التوصية ولا ألحق أنزل الشارت إلى آخره. وفي صار عندكم شوية خلط في موضوع اللي بشرحه هون مع التوصية، يعني مرة شرحت إنه الكابل الأسترالي هو للصعود، هو للصعود يعني هو لمناطق مناطق شراء، فكان هدفي في الشرح انه طويل المدى انه اتجاهه صاعد. فبعديها انزلت انه بيع الكابل الاسترالي، فكان هدفي في الكابل الاسترالي من 150 ل 200 نقطة كهدف وسيط، وبعد هيك راح نمشي بالاتجاه الصاعد اللي هو 700 الى 900 نقطة. فالناس اللي في الغرفة اخذوا كلامي على انه شراء فاشتروا، ولما نزلت توصية بيع ففي ناس باعت. الآن لازم تعرف شيء، اعتمد تماما اللي بينزل في القناة، اللي في القناة، لأن أوقات أنا بشرح هون يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال أعطيكم مثال صغير. الآن أنا في اليورو ين اللهم صل عليك يا سيدنا محمد، أو الين، خلينا على الين، هاي الين. الين لما انا نزلت، طبعا انتم مش شايفين اشي، خليني اروح على الشاشة تبعتي، هاي الشاشة. لما انا نزلت على الين، انا الان منزل على الين الاتجاه تبعه العام لازم يكون صاعد، اتجاه خلص العام الان انه لازم يخش تصحيح، هو لازم يصعد. فانا بحكي هاي مناطق شراء،
يعني معنى كلمة نقطة شراء تختلف عن مناطق شراء. مناطق شراء الآن في إدارة رأس المال راح أشرحها شو الفرق بين نقطة وبين مناطق. فالآن لما نزلت هذا الشارت في التحليلات أول ما فتحت الجروب حكيت إنه الين الآن راح يدخل في مرحلة تصحيحية، ودخلنا في توصية نزلناها بالقناة إنه الآن هدف الآن راح يشتري ين وحنطلع، فطلعنا ب 160 نقطة موجب. إذا رجعنا إحنا للين، خليني أشوف لكم الين، بس طبعا أنا بعطي أمثلة عشان أوضح لكم إيش اللي بيصير معنا بالقناة وإيش اللي بيصير معنا على البرنامج، فبدي الخلط تبعنا يهدى شوي يعني على أساس إنه ما نخسر يعني. فهاي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للشارت اللي أنا كنت قبل شوي فيه، تمام؟ أوكي، هذا هو الشارت، هذا اللي هو هذا، عفوا وينها راحت؟ وين اللي كنت فاتحها قبل شوي؟ هيها هسه طلعوا، شايفين؟ هذا الين، تمام؟ هاي هذا لما لمس، هذا لما لمس هون، ماشي؟ هون، فها هاي الشارت، عفوا هاي الشارت لما كانت تحت، لما قلنا التحليل تبعنا الزوج وصل الى جد مال ببلش يشتري، لكن بايش؟ هلا راح اقول لك كيف تشتري بدايه راس المال، لكن اللي حسابه مش مليان بده ينتظر، الله يرضى عليه بده ينتظر قبل ما اني اقول له متى يدخل، لانه غالبا غالبا الين الان لازم يكون عندي قمه هون ويصير في عندي ترند بهذا الشكل، تمام؟ عشان اورجيكم المنظر لاحقا كيف راح يكون، اوكي؟ فعلى السريع بس يعني اسمحوا لي بس بالين على السريع عشان اورجيكم متى راح انزلكم التوصيه، عشان ما حدش يجي يقول لي معلم فيش عندك توصيات، بحس اني ايش ماشي بالشارع واحد بوقفني في نص الشارع، معلم فيش حواليك توصيه؟ بدي احط ايدي في جيبتي واقول له خذ تفضل، هاي لك هاي توصيه. حشيش حشيش، ما هو حشيش ما شاء الله. طيب هذا هو الترند، اوكي، بهذا الشكل، هذه المناطق بهذا الشكل، هاشم الآن شايفين هذا المنظر؟ سجدوا عنكم بالله، سجدوا عنكم، إذا اختلف هذا المنظر الشهر الجاي بالله واحد يبلغني، بلغني إذا بيختلف، واحد يقول لي أستاذ أحمد أنت يا زلمة بالمرة بالفريكس، أوكي؟ طيب الآن وين أهدافه؟ أهدافه يجب أن يصل، يجب أن يصل الزوج الشهر القادم إلى هذه المنطقة، واللي هي متكونة منطقة مقاومة سابقة ومنطقة دعم سابقة، وهي هذه بهذا الشكل. فالآن الزوج متوقع له أن يفتح هون اليوم، اليوم راح يفتح هون، راح ينزل له بشلن، شلن بريال بالدرهم اللي بدك إياه، بنزل له هون شوي هيك لتحت، ومن ثم سيبدأ يصعد طيلة الشهر إلى هنا. كم هدفه إذا دخلنا عليه تقريبا من هاي المناطق؟ هنقول فهدف معانا تقريبا 285 نقطة. بقول لي واحد مش محرزات، إذا بتعرفش تدير رأس مالك أكيد مش محرزات، إذا بتعرف تدير رأس مالك هذول بتكون من وراهم ثروة، بس كيف؟ اليوم درسنا كيف، اليوم درسنا كيف. طيب خليني الآن قبل الأسئلة أخوي كامل، خليني أنا عشان ما معيش غير ساعة، وتخيل لسه ما أعطيتش إشي طارت ربع ساعة، خليني أبدأ في إدارة رأس المال، تمام؟ في إدارة رأس المال.
شوف يا حبايبي، اللي أنا شفته ومش عندكم للعلم، بس إن أغلب خسارتي حكي فاضي، ولما أربح يكون ربحي عالي. كيف الآن اللي أنا بدي أوصل لك إياه؟ طبعا يعني أنت راح تصل فيك فترة، وللعلم راح يصل فيك فترة إنك خلص راح تقرر إني أنا بدي أترك الفوركس. وفي ناس تركت ورجعت وتركت ورجعت وتركت ورجعت، وتمرجن اللي هو الحساب تبعها وبترجع، وتمرجن الحساب تبعها وبترجع الى اخره، لانه ادمان ادمان. لذلك انت يعني كثير ناس راح يصير معهم هذا الحكي لحد ما يصل لعند امر فعلا اذا سيطر على الربح راح يقول الحمد لله انا الان اقدر اني اتاجر على الفوركس، على الفوركس انا مرتاح، وانا عارف انه اخر الشهر اذا ما طلعت ربحان بس اقل ما فيها مش حطلع خسران. أنا هذا الشهر للعلم والله العظيم والله العظيم ثلاثا أسوأ شهر دخل علي. تعرف شو صار معي هذا الشهر؟ بس باختصار عشان أقول لكم في دقيقة واحدة، أجاني حساب هذا الشهر كان حساب كبير جدا لإدارته. من بداية الشهر لما أجا على، أنا دائما بالعادة لما بدي أعرف اتجاهات الأسواق طول الشهر وين رايحة عشان أمشي مع الاتجاه، الشمعة الشهرية بتبين معي، بقول لي والله اتجاهك هذا الشهر الين كله صاعد، اتجاهك هذا الشهر مثلا اليورو ين صاعد، الكيبل ين صاعد، الكيبل صاعد، هذاك هابط الى اخره. طيب لما يكون معي واضح برتاح، خلاص بعرف ان ان شاء الله هذا حساب انا بقدر تقريبا مثلا كان 100,000 بدي اطلع عليه تقريبا 15 ل 20,000، هذول دولار، هذول اخر الشهر ان شاء الله راح يكون موجود. طيب الشهر هذا اللي انا فيه اللي انتم عرفتوني فيه وتشرفت فيكم والله ما كان واضح، والله بكسر الهاء ما كان عندي شيء واضح. ورغم هيك راح اورجيك حساب اللي هو صديقي هذا الصغير اللي هو اللي قلت لكم عنه، اللي اعطاني حساب بقدرش اقول له لا، اللي هو شخص صاحب، ايوه ابو الالف يعني. عليك هذا بيجي كل شهر بيسحب 1,000، اخر مره سحب 1,000، الان ترك لي 1,000. الان ثواني بس خليني اطول يعني والله من باب التحفيز بس مش اكتر، يعني بدي اطول لكم الحساب تبعه عشان اقول لكم هذا الشهر كيف ايش حققنا عليه. تمام، من 1,000 قديش صار، وتشوفوا الفرص، يعني تشوفوا الاشي التافه اللي بناخده، تشوفوا الاشي العقود التافهه اللي قاعده بتتاخد. ثواني بس وين راح؟ ايوه تمام. طبعا في عندنا فرصتين فتحات، تمام فرصتين هنا اوكي، عندي فرصتين فتحات، واحدة سالب 40 واحدة سالب 38. انتم شايفين صح؟ اسف هيني هو اوكي، فكرت حالي والله فاتح على السيستم. اوكي تمام، طلع قدامك عشان تتأكدوا بس. هذا حساب ايش؟ سيتي اندكس لايف، لايف مش ديمو، لايف. اوكي هذا الحساب قديش الايكويتي تبعته؟ 1974 وشوية افراطات. اوكي هذا لما سحب كان في 1,000، الان هسه راح يجيني بكره بسكر الشهر بده يسحب منه 973 دولار. هذول 973 دولار لو تشوفوا العقود، طلع شو بناخذ عقود، طلع شو بناخذ عقود، السلام عليكم. شوف العقود عشان تشوف اخر العقود اللي بتتاخذ قاعده. شوف العقود، طلع هون، شوف هون، نص نص نص، طبعا هاي اكثر شيء مثلا نص نص، واحد نص، واحد واحد سنت، عفوا 10 سنت، 30 سنت، 30 سنت، 30 سنت، 30 سنت، 30 سنت، يعني قديش راس ماله كان؟ 1,000 راس ماله 1,000، 30 سنت، 2 سنت، 2 سنت، 5 سنت، 2 سنت، 2 سنت، 1، 3 سنت، اللي هو يعني 3 يعني قصدي 30 سنت، اوكي؟ 3 نص 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 نص، طلع مش 1,000
مش 1000، وبلاقي واحد داخل الايكويتي تبعته هلا 1975، اوكي، يعني ربحان 975 دولار على 1000، يعني انت بتحكي الدبل تقريبا 100%. اوكي، اللي انا بستغربه اني بجد ناس حسابها كله على بعضه بيتجوز، ما بيتجوز ال 250 دولار، ما بيتجوز، بتلاقيه شو ماخذ 3 لوت، 4 لوت، 2 لوت، يا زلمه يقطع شرك يا زلمه، ايش بتسوي قاعده؟ ايش بتسوي؟ موت، انت كتلت له رصيدك. والله في عندي واحد اخذ دوره موجود في احدى الجروبات الثانيه اللي بتابعها، اقسم بالله من 250 دولار يا اخواننا، من بعد الدوره هاي اللي ماخذها تقريبا شهرين، وهذا الشهر الثالث، كل شهر بدبل حسابه، والله كل شهر بدبل حسابه، 250 بسويهم 500، كل 250 بسويهم 500، شو باخذ؟ سنتات سنتات. طيب كيف هذا الحكي؟ اشبعنا حكي، بدنا نشوف شو هذا الحكي، كيف ممكن يصير معي؟ انتبه معي والله، انا زلمه واقعي بعيدا عن قصص اللي هي اللي ادخل واقرا وبيطلع لك برنامج اكسل، وشباب حط قديش راس المال، بيطلع لك كم من لوت لازم تاخذ، والتزم باللوتات، بصل رصيدك لمش عارف قديش. سيبك سيبك، اوكي، خذ الطريقه العمليه. شوف انا شو بسوي، انا شخصيا كأحمد أبو سعود، عشان انت تسوي زيي بحساب 1000 دولار تافه زي هيك، كيف انت يصير عندك حساب زي هيك؟ وتعاملوا، شوفوا 1000 دولار فما دون، اتعامل معاه زي الطريقه اللي انا بعطيك اياها. 1000 دولار لعند 5000 بتزيد شويه، من 5000 فوق ال 10000 بتزيد شويه، تمام؟ هلا بجيبكم. الان عندي يا سيدي العزيز حساب من 1000 دولار لتحت، انا جيت اليوم هون، اعتقد اني علمتكم مناطق اللي هي الدعم والمقاومه، فبيجي واحد بقول لي يا ابو هاشم هاي انت مش شايفه منطقه الدعم؟ بقول له مزبوط، بقول لي حلو، السعر وصل عندها هون، السعر وصل عندها هون هون، بقول لك حلو، بقول لي شو رايك نشتري؟ بقول له ماشي، قديش بدنا نشتري؟ قديش بدنا نشتري؟ الان انت الان اذا حددت هدفك وكان تقريبا الهدف من هاي العملية مثلا 70 نقطة، ماشي، 70 نقطة، من الآن بمسح لك تفكيرك تبعون الهدف 10 نقاط و20 نقطة، هذا حلو يا إخواننا، لكن بمتاجر سكابلينج اللي هي موضوع المتاجرات بالعقود العالية، هذا له استراتيجيته راح نجيها لقدام، لكن الآن أنت كل رصيدك على بعضه 250، فمشان الله بتقوليش بدي ادخل في سكامينج. نهائيا سكامينج يا اخواننا لازم يكون رصيدك، يعني سامحوني بهالكلمه، يعني 10000 دولار وهذا يعتبر رصيد تافه، او 5000 دولار ورصيد اتفه من التافه، بصراحه اقول لكم اياها، اقل من هيك حرام التاجر في سكامينج، حرام، لانه اذا بدك تاخذ عقود كبيره حسابك شو بده يتحمل؟ حسابك شو بده يتحمل؟ لذلك احنا الان قلنا انا معكم حساب صغير بدي ادخل هاي الفرصه، ايش ابدا؟ للاسف الشديد شو بيسووا؟ بتطلع بقول لك 70 نقطه، اوكي، طلع كيف التفكير بيجيك 70 نقطه، بديها يعني 70 نقطه، يعني لو اخذت نص لوت هيك بربح 35 دولار، مش حلوين. طيب لو اخذنا علي، المشكله عندك علي، علي المشكله عندك اخوي احمد هاشم، يا ريت تتابع لنا اياه، تمام. طيب الان بيجي بتطلع بحسبها كالاتي، بقول لك والله 70 نقطة اذا اخذت نص لوت معناته انا قاعد بتكلم عن 35 دولار، لا 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 مش حلوين، لا لا مش حلوين، شو 35 دولار؟ انا داخل فوركس وانا بدي اكون ثروة، وانا بصراحة واعد امي واعد ابوي، وكل ما اقعد قاعد بعرض قدامهم وبتخوث وبكون ولا في اكبر مني انه انا استنوني الشهر الجاي ولا السنه الجاي، والله ما حد يعرف يحكي معاي عشان ادخل هاي الصفقه، بس 35 دولار بالضبط، ملك الفوركس ملك فايش اللي بتحكي فيه 35 دولار؟ مع انه لو دخل ب 35 دولار بس ربح واقتنع بالنص لوت، كان فعلا لو 20 يوم بين ربح وخساره وربح وخساره وكذا، انا متاكد راح يضاعف حسابه لو كان بفكر بنص لوت، تمام. طيب الان
انا البدايه الاولى اللي مره شفتها واحد راسلني كانت بدايته غلط في موضوع ايش؟ بقول لك انا باخذ عقود كبيره في البدايه وبعدين بعزز على الربح بعقود ثانيه صغيره. انا بدي اياك تعكس هاي الاستراتيجيه. ايش يعني يا ابو هاشم؟ معناها اذا انا بدي ادخل من هاي المنطقه بدي احط وقف هون مثلا، ماشي؟ هذا هو مجال الوقف تبعي. طيب وبدي 70 نقطة، خلينا أشوف قديش السبعين نقطة لما إحنا ندخل من هون. إيش هذا كثير؟ 70 نقطة يعني هون، تخيل. إيش هذا ديلي؟ آه ديلي بكون يعني 70 نقطة هون، ماشي؟ معناته هذا زي ديلي بدي تكون هيك يعني، ها لهون تقريبا. طيب معناته أنا مستعد أربح 70، ماشي؟ بمقابل بدي أخسر، عامل حسابي بدي أخسر تقريبا حركة 45. طيب هاي كيف بدي انا اطلع منها بربح حلو؟ شوف كيف بفكر. بدخل هون اذا كان حسابي، اذا كان حسابي 250 فبدخل هون 3 سنت. اه هاي بكبرها الان من هون لهون، هي 70 نقطة من تحت 40 نقطة الان، خليني احطها بالضبط هون. طيب الان اذا بدي ببدأ فقط ب 30 سنت، وسامحوني اني اظني احكي 3 سنت بدل ال 30 لانه هو 30 اللي صح، بس مقصدي فيها 3 سنت اللي هو هيك. ببدا بهاي. طيب بحسبه بسيطه، بحسبه بسيطه مايكرو كم؟ هذا اقل من المايكرو، عفوا هذا المايكرو اللي هو 30 سنت، تمام؟ الميني ما وصلناش للميني، يعني هذا ثلث العقد الواحد تبع الميني. الميني 10، الميني 10، تمام؟ الآن أنت شو ماخذ؟ ثلث الميني، ثلث الميني. طيب فأنت دخلت ثلث، إذا أنت عقدك بده يجيب 70، أول ما تشوف 25 ربح هون تقريبا باخذ كمان ثلاث، تمام؟ باخذ كمان ثلاث. طلع شو بعزز؟ بعزز على الربح، بعزز على الربح. طيب مشى كمان 25 باخذ كمان ثلاثة. طيب الآن قديش ضايل لي؟ خلص اخذت مشى 25 اخذت 3، يعني من اول اخذت 3 بعدين مشى 25 اخذت 3 بعدين مشى 25 اخذت 3، انتهيت. بس هلا راح اخذ ال 70 او ال 75، ماشي؟ خلينا نحسب ارباحنا، نحسب ارباحنا. الاولى الثلاثه هاي لما يصل لعند ال 75 قديش راح تكون ربحانه؟ قديش راح تكون ربحانه؟ انا اقول لك قديش راح تكون ربحانه. العقد الاول، العقد الاولاني عندك ثلاثة، لو كان عندك بطلع 22 ونص تقريبا كامل اخوي، حسبتها بعتمد عليك، بديش احسبها انا، خلاص حسبتها اكيد، مش تغشني طب يعني. طيب ممتاز. العقد الثاني قديش؟ العقد الثاني الاصل يكون يعني حركة 17 يمكن او 16، قديش العقد الثاني؟ العقد الثاني بدي العقد الثاني اللي هو بعد 25، بعد 25 نقطة أخذنا ثلاثة، يعني الثلاثة قدامه قديش؟ قدامه بدنا نضرب ثلاثة في قول لي 75 عشان نختصر، عشان يكون العدد تبعنا معناته 15 تقريبا، مزبوط؟ هاي 15، ماشي؟ طيب هاي العقد الثاني، احسب لي بالله العقد الثالث قبل ما أظبط هاي. العقد الثاني 15، العقد الثالث اللي هو اخذته انا بعد ما مشى معاي 50، مزبوط؟ يعني ضايل قدامه بس 25، قديش بده يكون؟ هاي العقد الثالث يكون 7 ونص، قول 7 يا سيدي، بدناش النص بس رح نكون فيه. طيب المجموع كم؟ المجموع نحسب المجموع 15، لك يا اخونا كان. طيب هاي 45 دولار، ماشي؟ 45 دولار الناتج. طيب
الستوب تبعي ما تنسوا انه 5 و40. طيب الستوب تبعي لما انا دخلت هنا 3 وعكس فيه، دخلت 3 وعكس فيه، 3 في 45 قديش بيطلع؟ 3 في 45 قديش؟ شوفوا لنا اياها. الخسارة بيطلع، يعني بيطلع 13، يعني 13 ونص، مظبوط؟ قول 13 ونص. تمام. يعني يا معلمي انت الان يا اما بتربح 45 دولار، هاي اكبر لك اياها، يا اما بتربح 45 دولار يا اما بتخسر 13 ونص. وهذا من البداية انت دخلت. هلا مجرد ما انه مشى معاك السوق 25 نقطة بالاتجاه تبعك، فانت اعرف الان الصفقة رايحة، فانت بتعزز على ربح. بتحط الصفقة الاولى الوقف الخسارة بترفعه على منطقة الدخول، والتانيات بتمشي. لو عكس معك الاولى حتطلع زيرو والتانية راح تطلع خسران 13 ونص. تخيل ما عكسش معك، خذ العقد اللي بعديه وضله طالع، اعرف 100% رايح الهدف، اعرف 100% رايح الهدف. فتخيل انت ممكن تخسر 13 ونص دولار بس مقابل قديش راح تربح؟ 45 دولار في الصفقة. يعني انت بتحكي تقريبا 3 اضعاف. شو 3 اضعاف؟ 33 39، لا هذا يعني 3 اضعاف ونص في الصفقة بتربح وبس مرة تخسر. يعني بالنهاية النسبة تبعتك 1 لـ3. ايش يعني 1 لـ3؟ يعني مستعد انه هاي الصفقة تبعتي اني اذا خسرت 13 ونص هذا هو الواحد، لكن مستعد اني اربح 3 اضعاف. 3 اضعاف. وين الاشكالية عندكم بتصير؟ الاشكال شو المنصة ما تقبلش الستوب؟ لا بدها تقبل الستوب، كيف تقبلش الستوب؟ هذا بتكون منصة هاملة. ايش لا تقبلش الستوب؟ فيش منصة تقبلش الستوب الا اذا كان الشركة زبالة. هلا شوف معي الان، انت لما دخلت هون في ناس شو بتسوي؟ تدخل من هون، تدخل من هون، وشو بتحكي يا معلم؟ بتقول لك انا بدي ادخل من البداية لوت. طيب خسر معك هاي 45 دولار خسارة، مقابل لو جيت ربح اللوت هتربح 70، فصارت 1 لـ2، فانت ممكن تخسر ال 45. لذلك انا بستغرب من الناس، احنا اليوم وبكل فخر خسرنا في اليورو كندي، خسرنا سالب 68 نقطة، كل فخر ما عندي مشكلة، تمام؟ لكن بكل فخر كمان انه كنا عندنا طالعين بالين واليورو ين والنيوزلندي وغيره من هاي الامور بربح. طيب لما جيت اطلع على اليورو كندي، اليورو كندي الخسارة تبعتي لو بدي اجي احسبها تطلع تافهة جدا جدا جدا. ليش؟ لانه من العقد الاولاني عكس فيه. يعني انا بس خسران، يعني بس لما اخذت على سبيل المثال لما اخذت 3 سنت ونزل، نزل 68 نقطة، كل التوتال تبعي، كل التوتال تبعي ما طلعش علي سالب 40 نقطة، ما طلع علي، وهو انا خسران 68 نقطة، يعني قول 70 نقطة انا خسران، ما طلع علي اصلا خسارة 35 نقطة. لو انه راح اليورو كندي على الربح، لو انه راح اليورو كندي على الربح، كان انا هلا زماني ايش؟ مع التعزيزات هاي كان بطلع من الصفقة مش اقل من 100 ل 150 دولار ربح. طب 150 دولار مقابل 35 دولار بس خسران، معناته غصب عن شواربي اخر الشهر. ليش الصوت مش موجود؟ الصوت واضح والله شباب، حطوا لنا رقم 1، شككتوني بحالي. طيب معناته المشكلة عند الأخونة. طيب بسيطة. طيب معناته غصب عن الكل لازم آخر شهر. بل حددت الستوب يا أبو عمر، يعني في إيش؟ في هاي ما قلت لك، هاي الستوب، هاي قلت لك 45 نقطة، تمام؟ معناته غصب عني إنه آخر الشهر إذا بمشي على هاي الاستراتيجية لازم أطلع ربحان. اليورو كندي أنا كنت الستوب، أنا كنت الستوب، أنا ورا الشاشة، فكان في عندي منطقة إذا تم كسرها راح أطلع، ما انكسرت ما راح أطلع. فلذلك لما انكسرت بإغلاق شمعة الساعة
فوق اليورو كندي مباشرة، قلت اطلع على سعر 68 انا اطلع، وبعد ما كسر فعلا ضلوا طالع، تمام ضلوا طالع بعديها اليورو كندي. فانا كنت مستني، مع انه ضرب فيها اول مرة وارتد وثاني مرة وارتد، الى اني كنت مصمم ما بدي اطلع، اذا ارتد هنا راح الربح، ما ارتد وكسر خلاص بدي اقتنع بسعر 68 وطالع. تمام، هاي هي الفكرة كانت تبعتي. الان واحد بيجيني في نص طريق، شو صار معنا؟ شو كذا، ليش ما يعني ماذا لم نشتري؟ لما كسر، الان انت بتقول طب ليش ما عكسنا الصفقه واشترينا؟ انا عندي تحليلي، اليورو كندي لازم يهبط، يعني الشكل العام تبعه هبوط، فلما صعد وكسر وطلع ما بقدر ادخل شراء لاني انا مقتنع انه لازم يهبط، فقناعتك الداخليه هبوط، فما بتقدر تدخل عليه هبوط، لانه في لحظه ممكن يكسر يطلع شوي خلص ضرب الوقت، بعدين يرجع ينزل لتحت، وقتها هيك بتصير الخسارة مدوبلة خسارتين. لا خلاص، أنا حاط في بالي تفكيري إنه هذا زي كيف قبل شوي الين، أو كيف مثلا السويسري هون، لما إحنا طلعنا عليه هون السويسري وجدنا إنه في عنا مناطق ضرب فيها هون وهون وهون، فتفكيري كله هون شراء، ما بصير والله إني والله أقول إذا كسر بدي أدخل بيع، خلاص كل تفكيري الآن منصب بالشراء. ماشي، هاي اللي بتحكي عنها في لها استراتيجية، هاي اللي هي موضوع انك تعكس الصفقة وغيرها، ناخذها لقدام ان شاء الله. طيب خلينا نرجع لموضوعنا، فشفتوا كيف الان، فانا يعني ما تخلوني اني استغرب من واحد مثلا بقول صفقة خسرنا مثلا فيها 50 نقطة بلاقيه هو خسران 500 دولار. طيب بسأل هيك بس مجرد سؤال، طبعا هو بكون بقول انا اليوم اتمرجنت، انا اليوم خسارتي كبيرة، انا اليوم ايش هو اللي خسارتي كبيرة؟ يعني 50 نقطة يا اخوانا، اذا 50 نقطة خسارتك كبيرة بفرصة واحدة، معناته انت مش حتضل في السوق على فكرة، انت راح تروح يا ابني، انت من اول ضربتين ثلاثة راح تروح. اذا ضلت هذا الموضوع انا متأكد راح تفتح انت بالفوركس يمكن 20 حساب، 20 حساب، وال 20 راح يتلكودوا، وال 20 راح يتمرجنوا، وال 20 راح تخسرهم، وهي حرام. يعني اذا انت هيك لا، وقف اعمل ستوب وقول انا يا عمي رايح مكان غلط، انا في عندي مشكلة هون، افهم وين المشكلة. هاي مصاري يا اخوانا، ما تضلك والله تحط حسابات وحسابات وتستعجل وانت مش عارف كيف ادارة رأس المال، هيك احنا بندير رأس المال. اذا انت عندك اشكالية، يعني مثلا شوفوا بالله شوفوا، ها بديش اروح بعيد، ها شطبنا الان هون، انا زلمة جيت بفهمش في التحليل الفني بس بفهم انه هذا وتد، ماشي اوكي، هذا المحترم الوتد ابن اللي هو ابنه، اوكي هذا وتد. الان هذا الوتد كسر هون، ولما كسر قال لي ابو هاشم انه في عندنا بدايات التقاطع حلوه يا ابو هاشم، اوعى تغلطها وتبعد عنها، بتطلع هون يا سلام بدايه تقاطع مع كسر وتد، خلينا اكبر لكم اياها، بدايه تقاطع مع كسر وتد او ذهب، اذا هنا في عندي بيع. طيب انا بدي اجي ابيع، شايفين هاي قديش واضحه الفرصه بالنسبه لي؟ واضحه كثير حلوه، ماشي، رغم هيك بدير راس مالي صح، بدي اجي. طبعا هذا في الوتد للعلم، هذا في الوتد هو هنا القاع، هذا في الوتد هو القاع، هذا اللي هو هذا، ماشي هذا هو هذا في الوتد. الان حتى انك انت الوتد تبعك انه والله يصل مثلا من هون لهون الهدف، فانت هدفك هون بنقول من هون لهون تحكي عن 170 نقطة. طيب قديش نبيع من هون؟ هون السؤال، انا بدي ابدا هون، هلا خسارتي بدي احطها، بدي ارفع من فوق بدي احطها هون، مثلا بدي احط وقف الخسارة هون، فخسارتي اذا بدي اخسر باجي بطلع من هون لهون في عندي 30 نقطة 34 نقطة، يا سيدي وزيدهم وخليهم 40، ها بدي اكون انا في السيف سايد لانه الربح تبعها حلو، ها هاي 40 نقطة، ماشي، والهدف تبعي اللي هو القاع هذا مجددا للوتد فهدفي تقريبا 100 نقطة. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أخوي. الآن السؤال بيطرح نفسه، كم راح تدخل هون؟ بالله عليكم لو أنت الآن هون اكتب بكل شفافية، لو حسابك 250 دولار أو 500 دولار كم راح تدخل أنت هون؟ قبل ما أنا أشرح لك، قبل ما أشرح لك، لو أنه هاي فرصة عندك قديش كنت راح تدخل؟ هاي واحد بقول لي واحد لوت، يعني واحد مني، يعني نقطته بدولار، اخونا محمد حلو، اخونا كان ب 200 سنت، اخونا فراس خمسة.
50 سنت يعني 2 سنت معقول؟ وعارف انه الامور مش سهله انك تطلع وتترك الشرط، وعارف انه يعني راح تضلك كل شويه يا بتفتح من التليفون يا ترن على حدا من البيت زي ما انا بصير معي اوقات. لكن الفكره جرب جرب حاول، ما هي مره على مره بتصير الامور، لما تصير مقتنع 100% في التحليل الفني حتصير عادي، حتصير تترك الشرط وفعلا خلص يعني هدف يا وقف انتهينا يعني. على العموم هون يا استاذي تدخل ب 3 سنت، هون بتدخل ب 3 سنت، كل ما يمشي معك تقريبا 20 25 نقطة عزز ب 3 سنت 3 سنت 3 سنت 3 سنت 3 سنت 3 سنت للهدف. احسب لي اياها بالله لو دخلنا احنا مثلا خلينا نقول 3 تعزيزتين، بس بديش اقول اكثر، يعني دخلنا 3 سنت في 3 سنت، يعني عندي 3 سنت 3 سنت 3 سنت اوكي للهدف تبعنا اللي هو ال 170، قديش والله بده يطلع؟ احسبوا لي اياها. اول واحد ال 3 سنت في 170 قديش؟ وهاي الثلاثة سنت بعد 25 يعني معاه تقريبا 150، وهاي بعد 25 يعني معاه 100 ماشي، يعني واحد معاه 150 واحد 100 وواحد 170، قديش بيطلع التوتال؟ واحد معاه 100 واحد معاه 170 وواحد معاه 150، يعني توتال الربح عندك في هاي العملية لازم يطلع قديش المجموع؟ تمام عندك 51 320، طيب 125 دولار الخسارة. الخسارة عندك يا سيدي دخلنا 3 سنت رجع فيه 40 نقطة، قديش؟ قديش؟ هاي الخسارة 12 دولار. تخيل تخيل أخي الفاضل، تخيل بارك الله فيك تخسر 12 دولار بس من المقابل قديش ربحك؟ 12 ونص، يعني انت داخل قديش؟ واحد لعشرة، تخيل في الصفقة هاي، يعني انت واحد لعشرة، يعني يا بتخسر 12 دولار يا بتربح 125، شو بدك احلى من هيك؟ وان كنت عنها طب هيها بين ايديك، بدي اشوفك بكره انت يا هيثم بكره تنزل لي على الهذا تقول اوف تمرجن اليوم شو اسمه تمرجن الحساب، والله غير اطخك اقسم بالله العظيم. هاي الطريقه بهاي الطريقه بكل بساطه بتحافظ على رصيدك يا سيدي. خليني احكي لك شغله، خلي يا سيدي خمس فرص، خمس فرص يضربوا معاك الوقف ماشي، وزيها مثلا كل وقف تبعك 40 نقطه 40 نقطه، بحيث انك راح تخسر وبتبدا ب 3 سنت، بحيث انه خسارتك راح تكون 12 دولار اوكي. الان هاي يا سيدي العزيز الخسارات راح تصير معك خمس فرص خسران، خمس فرص اخسر اخسر ما في مشكله، ولو كان خمس فرص ربحانه مع التعزيز تبعك لازم يطلع التوتال تبعك عندك ربح لازم. فاذا عندك 10 فرص 10 فرص دخلتهم، خمسه ضربوا الوقف وكانت بدايتك 3 سنت وستوبك 40، وخمسة جابوا الهدف وكان هدفك 70، شو لازم يطلع عندك التوتال؟ لازم تطلع ربحان لازم. ما هو بعد هيك مش حيطلع الخسران الا اللي فعلا مش ماسك ايده مش صابر على الربح مش عارف انه بشوف صفقة بقول لك هاي صفقة العمر وبعديها بده يتجوز فبيبلش لك انه ايش يحمل عقود بالهبل
وبصير يتصل ويلا خذوا، او بيجي من برا جاهزه معلبه مش عارف شو تحليلها، بقول لكم بس في فلان الفلاني منزل توصيه ادخل وانت مغمض. لا، حتى احمد ابو السعود لو نزل لك فرصه ما تغير حتى مع تحليل ومتقن وامورنا تمام وعارفين وراء رايح وين جاي، برضه ما تحمل عقود عاليه. اذا كان هنا في عندنا الاخ احمد الشرباتي، اعتقد يمكن موجود، هنا موجود اخونا احمد الشرباتي، ما شاء الله كان محمل عقود على الكيبل الاسترالي محمل. موجود اخونا احمد؟ يمكن موجود، اظن بسمعني. اخونا احمد كان محمل على الكيبل الاسترالي محمل عقود ضخمه، وعلى على الذهب موجود سبحان الله، وهي محمل على الذهب كمان عقود ضخمه، حسابه كله تقريبا حركه 2000 2000 دولار. هلا اللي انا شفته طبعا الحمد لله فضل الله عز وجل انه تعدل حسابه كويس، يعني كان في خسارات، لكن اليوم مع نهايه اليوم الحمد لله حسابه يعني صار جيد جدا كمان تعدل. الفكره في الامر انه ماخذ عقود كبيره اخونا احمد، لو شوي عقوده مرتاحه كان ما بقلق، كان ما بخش في جو انه شو صار مع هذا، مع انه اخذ على الكيبل الاسترالي اكثر من عمليه ماخذ تعزيزات، وهي الفكره عزز على ربح. هلا واحد يعزز على خساره، خلصنا موضوع الربح الكل فاهمه، والله اللي فاهمه يحط لي رقم واحد. انا فهمته هي واحد. طيب في حدا مش فاهمه؟ في حدا مش فاهمه؟ كيف؟ في ال10000 دولار، سؤالي انت بال10000 شو بتطمح اخر الشهر يطلع لك ربح؟ هذا السؤال. يا ليش تتوقع ربحك ممكن انه بدك اخر الشهر؟ بدك 1000 عليهم؟ ولا بدك 2000 مثلا؟ 10% 20% 30%، قديش مفكر؟ 1000، حلوه حلوه 1000 دولار. طيب بتبدا يا سيدي العزيز، بتبدا يا سيدي العزيز في الصفقه بنص لوت. يقول لي الله اكبر، 10000 دولار نص لوت؟ نص لوت اللي لو خسرت في الصفقة وكان الستوب تبعك 40، 20 دولار. وصلت؟ 20 دولار. لكن إذا ربحت لوت برضو معقولة، لوت معقولة، لكن في الصفقة الثانية يعني في التعزيز الأولاني لوت، في التعزيز الثالث لوت. واضح؟ بس اكثر من هيك ما تعزز، يعني ما تقول لي لوت بعديها لوتين بعديها ثلاثه، لا، يعني اذا دخلت لوت بعديها لوتين بعديها ثلاثه، اذا الثالثه عكست معك انت بتطلع خسران خساره حلوه. لا، لوت لوت لوت، مشيت اول لوت بتحط على الاولاني على منطقه الدخول، والثاني بتحط ستوب اللي هو منطقه الدخول. جيك على مسابقه الشهر، جيك الان وصلت هذا الامر بهذا الاليه. اذا نص لوت، اذا ضليتك تمشي على نص لوت يا اخوي ماجد وتمشي على الربح، فانت الصفقه الواحده حتطلع منها تقريبا ما بين 100 ل 150 ل 200 نقطه حسب الهدف، عفوا، من 100 ل 100 ل 200 دولار حسب الهدف. فانت محتاج بالشهر كله لو دخلت 10 فرص، ايش ربح ايش خسر، بتطلع ال 1000، بتطلع ال 1000 بكل بساطه. تمام؟ طيب الآن هذا بالنسبة للتعزيز على الربح. ندخل على التعزيز على الخسارة بشكل سريع لأنه مش ضايل معانا وقت ولسه ما أخذناش شيء. طيب كم فرصة سواء؟ إيش كم فرصة سواء؟ ما فهمت، مش فاهم عليك. كم فرصة سواء، واحد ولا 1000؟ لا لا لا، هسه احنا حكينا 10000 قديش؟ لا، هذا الحساب اللي بحكي فيه ال 10000 بهي الآلية، تشتغل يا اما لوت يا اما نص لوت، أكثر من هيك لا، أكثر من هيك لا، وعزز على الربح. طيب هلا لاحظوا معي، هلا في إشي عندنا، في فرق بين منطقة بيع ونقطة بيع، ماشي؟ منطقة بيع ونقطة بيع، إيش الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم لما نحكي احنا نقطة بيع
نقطة بيع، معناته في نقطة معينة لازم تدخل أنت منها، نقطة يعني أعطيك مثال، هاي مثلا، تمام، هاي كانت تمثل هون منطقة مقاومة، ماشي، منطقة مقاومة هون. طبعا انا قاعد بعطي امثله بناء على الشغلات اللي انا شرحتها في الدعم والمقاومه للترندات، مش عمالي بعطيك نماذج ولا اشي على اساس انك ما تقوليش انا هذا الحكي مش فاهمه، هذا شرحته كله انا. هاي منطقه دعم، مقاومه انكسرت، فتحت الشمعه فوق، صار في عندي دخول شراء. طيب الان طلع الماجد، الماجد معطيني بدايه تقاطع، حاجه جميله خالص. طيب الان يا حبايبي بدي ادخل، هلا هاي منطقة، هاي منطقة، هاي بسموها، عفوا، هاي بسموها نقطة، نقطة دخول، يعني أنا واضح عندي وين بدي أدخل، هاي بسموها نقطة. فهون تأخذ أنت باي مع افتتاح الشمعة فوق الإي هاي من 2.002، ما شاء الله رقم بجنن، تمام؟ باشا الوقت راح يخلص للساعة، كمل الدرس. طيب ماشي، تتحملني للساعة طيب أخوي رمزي إذا في مجال، يعني كمان 10 دقائق بعد إذنك، شو رأيك؟ 10 دقائق الآن. فعندنا الآن هاي بسمى نقطة دخول، نقطة دخول، واضح؟ طيب إيش معنى منطقة، منطقة دخول؟ أوكي، منطقة دخول، أنا جيت هون على سبيل المثال عمالي شفت إنه هون في عملية بيع مثلا، تمام، خلينا نعطيكم اشي واضح جدا عشان تعرف يعني منطق الدخول، زي اليورو كابل، اليورو كابل اللي امبارح ما بعرف مين قال لي يلا خذ لك هاي 3 عقود، تمام، الله يسامحه ربحنا اللي قال لي خذ 3 عقود. الان هاي، الان هون ما عندي انا، ما عندي انا بيع من نقطة محددة لسه ما صار. أنا البيع من نقطة محددة حكيت لكم هون راح تصير من خلال إني بستنى هذا الترند يتم كسره، صح؟ إذا الترند هون، إذا الترند هون انكسر يعني نزل وفتح هون، بصير في عندي هنا نقطة دخول، فهاي بعاملها زي معاملة مين؟ الفرص هذيك اللي هي بدخل 3 سنت، تمام؟ وبستنى وعلى ربح ببلش اعزز لما امشي للهدف. طيب لكن انا شايف اليورو كندي بشكل عام انه هابط، يعني لازم يهبط، لازم يصحح، لازم ينزل تحت، لانه في عنده الموجه 1 2 3 4 بدها تكون هون، بعديها 5 بدها تكون هون، ماشي، هاي موجه دافعه. يعني كتحليل انا مثلا بدي اجي احلل بقول هاي 1 عندي، طبعا هذا تحليل الي بتملكم مش فيه، لكن انا بقول كيف بنظر على الموضوع. هذا يورو كيبل 1 2، ماشي، 1 2 3 خلصها، والان 4 لازم ينزل هون، اوكي، ينزل تقريبا لهون، بعدين هنرجع نشوفه. طب ما هي 3 اطول من 1، هلا بقول لك، هاي بس في حالة بيصير في عندنا اشكالية انه لازم انه هنا طلعت 3 اطول، ماشي، كلامك صحيح، بس في واحدة بس بتطلع لنا مشكلة. طيب هنا الكسر صار بداية الموجة هون، هنا تم الكسر هاي المنطقة المقاومة، تمام. هلا الصحيح، الصحيح المتوقع انه هنا هيك بتصير، 1 هون، 2 هون، 3 هون، 4 هون، تمام، اللي ما نزلت لتحت الواحد، سوري خليني بس ازيح هاي، 4 هون، 5 هون، خليكم على هذا الترقيم. الترقيم الثاني راح اقول لك شو الاشكاليه فيه بس خليها. الان لما وصل هون انا بدي اتوقع انه بدي ينزل، فبدي ينزل لهون، ماشي، بتوقع بينزل هون. الان بما انه لسه ما صار عليه دخول، بس بحكي انا هاي منطق الدخول، هاي منطق الدخول، طب من وين ادخل؟ باجي انا واحد من الناس، باجي مثلا دخلت من هون بيع، من هون عكس فيه،
عشان انه ما يكون العكس فيك كتير، وانت خلص متأكد 100% انه لازم. هذا هو، انك تكون متأكد 100% انه راح ينزل، واضح؟ 100% راح ينزل. فشو بتبلش؟ بتاخذ بيع. عكس فيه كمان باخذ كمان بيع، عكس فيه كمان باخذ كمان بيع. اكثر من هيك لا، هي بس دخول وتعزيزين اثنين. اذا عكس اكثر من هيك اعرف انك انت غلطان، انه تحليلك مش معطيك 100% هبوط، انه تحليلك ما خلصش عندك اللي هو منطقة البيع لسه. لا مش خلصت، لساته في معك لسه شراء، لانه التعزيز اذا ما كان 100% متأكد انه راح يهبط على خسارة، راح يضيع الدنيا عندك. زي ما كثير حسابات عندكم مرجانات، شو بيسوي؟ بدخل صفقة، بعدين بلش تخسر، ببلش يعزز، بلش تخسر، بلش يعزز، بلش تخسر، بلش يعزز، بلش تخسر، بلش يعزز، وهو مش عارف وين نهاية الأمر، إنه وين راح يطلع، وين راح يرتد، وين راح يصير. فبشوف صفي، بصفي عنده رصيده كله خسره، كله خسره. لا، أما أنا إذا أدركت إنه الآن خلاص انتهى الأمر، وهي تعتبر منطقة بيع وليس نقطة بيع، فببدأ أبيع، وإذا عززت بكون أنا مش خايف، وإذا عززت بكون مش خايف. ماشي؟ هذا هو الفرق. طيب أعطينا مثال حي، مثال حي. اليورو كندي، اليورو كندي الشهر القادم اللي أنا إن شاء الله راح أسهر اليوم أحلل وأنزل كل الشارتات على القناة. اليورو كندي نتذكر بعض كلنا إنه الشهر القادم راح يصل لهون، تمام؟ لهي المنطقة اللي هي كانت بالأساس منطقة دعم، هنا بده يصل لهون، وغالبا غالبا إذا كان قوة دفع قوية ممكن يصل لهون، بس ما ظنيت، لكن ممكن. ماشي؟ طيب هذا اليورين، عفوا اليورين. ماشي؟ اليورين. فالآن لما تفتح الشمعة الشهرية، هلا هاي هون هيك بقول لك هاي منطقة شراء، منطقة شراء. هلا بتقول لي طب بدي نقطة، بدي نقطة، بقول لك إذا بدك نقطة بدي أنزل لك شوي على الفريمات اللي تحت، لازم أستنى المحترم ابن المحترم شوي شوي يكون لي هنا قمة ويهدى شوي بعد هذا الطوع، ويبدأ هيك شوي ينزل، اللي أرسم أنا ترند منفرج بهذا الشكل، وعند كسره بدخل شراء من نقطة معينة وبستناه عند الهدف. هلأ شهريا خلص اتفقت إنه لازم يصعد، شهريا لازم يصعد، بضل اصطياده من نقطة هيك بصطيده، بصطاده. لكن اللي بده يشتري كمناطق ممكن يبلش مثلا هون، قام الشهر لما فتح هون اشترى، نزل شوي قام اشترى، نزل شوي قام اشترى، وبده يستنى عبل ما يصعد الى الاعلى. ما حدا والله يشتري بعدين يجي يقول لي والله عكس. طب ما هو ما احنا عارفين انه راح يعكس، فاذا عكس شويه ما انت راح تعزز، بس انت متاكد 100% راح يصعد. لكن قديش بدي ادخل في العمليه؟ بدخل في العملية هون بسنتات بسيطة، يعني ال 250، ال 250 بدخل عليه بسنت، لأنه على الشهري إذا عكس معك ممكن يعكس معك 100 نقطة، 200 نقطة، فإذا عكس 100 فأنت قديش خسرت؟ 10. عكس 200 فأنت خسرت 20، مش قصة على 250 دولار. طيب بعديها بلش يطلع، لما تشوفه بلش يطلع ويعطي اتجاه، يلا خذ 2 سنت، يلا حمل 2 سنت، 2 سنت، 2 سنت، ترى هذا هدفه تقريبا 400 نقطة. 2 سنت، 2 سنت، ولا أنت في الطريق محمل سنتات وماشي. طب ولا أنت آخر الشهر 250 شو سيارات عندك؟ سيارات عندك 500 دولار. وإنك تعمل الحساب تبعك 100% في شهر، شو بدك أحلى منه؟ شو بدك أحلى منه؟ طيب، في سؤال هون اللي هو أن المنطقة الواحدة بيشتري من أقل مكان وبيبيع من أعلى مكان، نفس فكرة الماركت ميكر. تمام. ما فهمتش والله من اخوي تايسون، تايسون اخوي تايسون، اسمك الحقيقي هذا تايسون ولا اسم الشهرة ولا اسم ايش؟ والله خايفة تطلع مصارع تايسون. طيب الان الشهرة، طيب اوكي. اذا غلطت معك يوم وقلت لك بدي اطخك فسامحني، بتكون غلطة مني، فاكيد تايسون اكيد انت ملاكم، فانا اسف هلا بقول لك اياها اذا غلطت معك. طيب الان هاي بالنسبة لمين؟ هاي بالنسبة لإدارة رأس المال بطريقة خفيفة سلسة بسيطة. فالله يرضى عليكم، اللي حساباته صغيرة والله لا تكبر.
والله لا تكبر، لكن صبرا وشوي شوي. ما نسمع واحد حسابه صغير وقايم طالع بلاوي بلاوي. استعمال الهج حقيقة، وعليكم السلام، استعمال الهج هو مخسر للرصيد. تعرف الهج ايش يعني؟ هو خروج من الصفقة، بس انت مش فاهم شو يعني خروج من الصفقة. هلا دائما ستوب 40؟ لا اخوي ماجد، مش دائما، حسب يعني في عندك عملات اكثر من 20 حرام، في عملات اكثر من 30 حرام، في عملات 40، في عملات 50، حسب اذا كان كروس عملة اساسية، ايش هي العملة، بتتحرك سريعا بتتحرك بطيئا، كل شيء له هذا، بس يعني غالبا غالبا خلي حواليك ال 40. الهج باختصار شديد، ايش هو الهج؟ بس عشان سريعا لانه مش موضوعنا، هاي صارت الساعة 11، اخوي رمزي كانه بكتب بقول لي خلص، باستئذنكم وبشان المصابقة بسأل بالجروب. اوكي اخوي رمزي، اوكي، فعنده راح يصير في استحداثات جديدة على المسابقة راح تنبسط عليها اكثر واكثر، بس راح انزلها بالجروب. طيب الان شوف يا سيدي العزيز، هو اكيد راح تاخذ الهدف عشوائي اولها لانك مش عارف كيف تحدد الهدف، لانه التحليل الفني لسه عندك مش مكتمل، بس يكتب التحليل الفني راح تعرف تماما وين الهدف وين الهدف. يعني على سبيل المثال اعطيك في المحاضره اللي قبل اللي هي الدوره تبعتي اللي كنت بشرح فيها، اعطيك شارت، هذا لازم تحدد الهدف. انا في عندك اللي هو الفلاج اللي هو العلم، عندك الساريه بعدين الفلاج. الان كيف تعرف الهدف؟ الهدف تبع العلم اذا انكسر هو نفس هدف الساريه، فوقتها اذا كانت هنا من هون لهون 100 نقطه، فاكيد من تحت لهون 100 نقطه، واحنا راح ندخل على الكسر. إذا كانت هاي 10 نقاط فهدفك 90 نقطة، هذا كله لازم تعرفه عشان تعرف وين بدك توقف، ما تكونش عارف يعني رايح على مش عارف وين الهدف فبتسكر في نص الطريق ولازم أصلا هدفك لسه في مجال. طيب الآن الهج باختصار يا شباب، واحد بكون شاري تمام بده يشتري، يعني أجي اشترى من هون، هاي دخل من هون شراء، لما دخل من هون شراء، خليني أشيل لكم هذول عشان تركزوا أكثر. اوكي دخل من هون شراء، لما دخل شراء عكس، صار السوق يمشي عكس عكس، بلش عنده بالسالب، صار عنده سالب 100، صار عنده سالب 200، قال بدي اعمل هيج، عمل هيج هون، هلا هو خسران، كان شاري ونزل السوق فهو خسران تمام. طيب تعرف شو يعني لما يخسر، عفوا لما يعمل هيج؟ الان انت عندك سالب مثلا 200، عندك سالب 200، لما عملت هيدج شو اللي كان؟ كانت عملية باي اخذت سل، عملية باي كان اخذت سل. حقيقة انت اللي سويته انت تعلقت وجمدت كأنك بدك تخسر اكثر من هيك، ما بدك تخسر اكثر من هيك. طيب فكرك هاي الخسارة نزلت من الرصيد ولا ما نزلت من الرصيد؟ هذا السؤال، خسارة حقيقة نزلت من الرصيد ولا ما نزلت؟ طبعا طبعا، كيف ما نزلت؟ نزلت، ما هي عندك سالب 200. اطلع على الايكويتي، انت ما تطلعش على البالانس. الايكويتي عندك يا سيدي العزيز انه والله سالب 200 نزلت من الرصيد، البالانس لا والله لسه لانها ما تسكرت ماشي، بس حقيقة هي نزلت. طيب بالضبط، هي شغلة نفسية. شو اللي بيصير معكم؟ اللي بصير معك، طب بما انه اصلا هي خلص خسرت خسرت، وانا فتحت عمليه جديده عمليه بيع، يعني بالنهايه انا خسرت ال 200 خسرت 200، هلا بستنى السوق والله وين اتجاهه، اذا كان صاعد ولا هابط، عشان ارجع افك احدى العمليتين، يا اما البيع امشي معه يا اما السل امشي معه عشان ارجع ال 200. طب يا حبيبي اختصر على حالك، مش انت خسرت 200؟ بدل ما انك تعمل الهج سكر العمليه على خساره واترك خلص، ما انت خسران خسران، خسرت 200، سكر عمليه خساره، والعمليه اللي كنت تفتحها هيج افتحها باي وقت ثاني لما تشوف السوق كويس وارجع وادخل عمليه ثانيه. بس معناته صفى الهيج، بس شغله ايش؟ شغله هيك نفسيه، لكن هي حقيقه فتحت عمليه ثانيه عشان والله ايش؟ اني والله بديش المصاري تروح، بس هن راحن، والعمليه الثانيه اللي فتحتها ما لهاش دخل، مش حتسوي لك شيء. انت بتقول لي بدي اوقف الخساره، طب خلاص اطلع من اطلع من الصفقه، اطلع من الصفقه، ومره ثانيه لما يصير في عندك السوق يعطيك فرصه واضحه ارجع وادخل على فرصه واضحه. بس اذا الهج انساه، الهج مقتل للرصيد، لانه اذا
تعودت على الهج، حيصير رصيدك مليان بايوسل وبايوسل وبايوسل وبايوسل، وراح تصير مش عارف تاخد صفقات وانت معلق بالسوق ومش عارف امتى تفتح صفقاتك، وحقيقة رصيدك كله متاكل. فلا، ما تعلق في حالك في هذا السوق. طيب، انا راح اتوقف هون لاداره راس المال بطريقه خفيفه بسيطه لطيفه اللي احنا اخذناها، بحيث عرفنا وين انه ايش الفرق بين نقطه وبين منطقه، ومتى يعزز على ربح ومتى يعزز على خساره. اوكي، هاي بالنسبه لاداره راس المال، خلصنا من هذا الموضوع، حطه على جنب. الموضوع الثاني ايش هو؟ ذكروني في المواضيع لاني قلت لكم راح انسى انا. الله يعافيك، ايش الموضوع الثاني؟ الموضوع الثاني، الموضوع الثاني، لا تنسى يا ابو هاشم. مفاجأة واستراتيجية. طيب، شوف الاستراتيجية من المبتدئين اخوي علي، بكل بساطة شديدة جدا. طلع تيجي عندك انت حضرت معاي الدعم والمقاومة؟ حضرتهم؟ حلو، اذا حضرتهم خير وبركة، اذا ما حضرتها فاحضرها. طيب شوف شو بيصير. هذا ايش هذا؟ هاي منطقة ايش هاي؟ الضربة هون وضربة هون وضربة هون، وكان هون أصلا دعم. هاي منطقة دعم ومقاومة صارت، ماشي؟ طيب، بتروح أنت بس بتحدد مناطق الدعم والمقاومة كل يوم. إذا فتح السوق فوق فهذا معتبر منطقة إيش؟ دعم، تشتري. فتح السوق تحت، بيع. نقطة سطر جديد بس. بس بدك تشتغل على هذا الحكي وين ما كان، اشتغل على هذا الحكي وين ما كان، ماشي؟ طبعا في صفقات عندك راح تنجح، في صفقات ممكن ما تنجح عادي، لان المقاومه ممكن تنكسر وتصير دعم، والدعم ممكن ينكسر يصير مقاومه. هلا على وين؟ حسب هدفك. بدك اهداف صغيره، انزل على الساعه وانزل على ال4 ساعات وانزل. وانا بفضل اولها اذا بدك على السريع تاجر على الساعه، يعني مثلا هاي الفرصه باجي بحدد هاي المنطقه، والله شايف لك قاعد السوق بضرب وبضرب 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 وعماله رجع هون، طب خلينا نبيع، شو المشكلة؟ فبتيجي هون، تيجي على الساعة. الصوت واضح مش واضح؟ اللي واضح حط رقم 1 والله بعد إذنكم. خلاص، ما في مشكلة، مش من عندي. الآن إذا كان الأمر عندك بكل بساطة، بتروح على الساعة، بتيجي هون، تقول والله هي منطقة مقاومة، طيب أنا ضرب انا ضرب، معناته اذا وصل السعر الها بدي ابيع، بس فتحت شمعة فوق اشتري. بس بما انك لسه بتعرفش اشي بالتحليل الفني ولا شيء، الشمعة تحت بيع، واضح؟ طيب، فبيجي هون بيع، اخذت بيعي، بيع اخذت بيعي، بيع اخذت بيعي، بيع اخذت بيعي، وصلت هون بيع اخذت بيعي، جيت هون طلع هون، هنا كسرت مثلا الشمعة، اخذت شراء نزل، يمكن ضرب الوقف عندي. اوكي، جيت هون بيع، بعت اخذت، بعرفش قديش انت هدفك عام. اوكي، اجى طلع كسر، صارت عندي ايش؟ عمليه شراء، اشتريت اخذت هدفي، واضح؟ هلا هيك بصير في عندي منطقه جديده اللي هي هاي، ماشي؟ هيك بصير عندي مناطق حلوه حكى لي عنها الاستاذ احمد، اللي هي في موضوع مين؟ البيع والشراء على ترند الحاد، ماشي؟ قولي ما اخذتش الترند الحاد، اخذت الترند الحاد، هاي اجت هون بيع، بعت، هاي فرصة. هذول اللي هون كلها هاي مناطق دعم ومقاومة، معبية مناطق دعم ومقاومة، معبية معبية، تخيل. دعم دعم دعم، كسر بيع، كانت بالاساس انا دعم دعم، واضح؟ طيب هاي منطقة كمان، هاي منطقة دعم، كسرت بيع، رجعت ضربت هون تحت المنطقة، بيع بعت، هاي برضو منطقة، هاي ها آسف، هاي هيك تعتبر منطقة. هلا هاي تكونت، هنا كانت دعم طلعت هون اجت، لأن هون مثلا بعت، عرفش انت قديش وقفك يعني، طلع شوي بعدين رجع نزل، رجع هنا صارت منطقة مقاومة، بعت، يعني طلع قديش مليانة فرص، في فرص كثيرة. بس انت عاد خلص اشتغل على مثلا، شوف شو معرفتك كلها في الموضوع، اخذنا ترندات حادة دعم مقاومة، اشتغل عليها، اشتغل عليها ولا بتطلع بلاوي، بس اشتغل عليها، اعرف اعرف انك داخل من نقطة عارف شو هي عشان تعرف وقفك قديش بده يكون، تمام؟
بس ايش ترى هاي الاستراتيجيه لا تستخف فيها. حكيت لكم قبل هيك انه واحد من 5000 25 والله 1000 كون بشهر من ورا دعم مقاومه، بس ما تستخف فيها ماشي، بس انك التزم التزم وطبق التزم وطبق. طيب هذا الامر الثاني. الامر الثالث حكينا فيه اللي هو موضوع القناه، انه خذوا توصيات من القناه. الامر الرابع كيف احدد النقطه في شكل معين ولا شيء. هاي مثلا زي هاي نزل السعر، كانت منطقه هون مقاومه، عفوا منطقه مقاومه كسرها السعر صارت منطقه دعم، ها انا اشتريت. لما رجع اختبرها برضه اشتريت، هاي صار عرفت علي؟ بس بهذا الشكل. هاي منطقة ها لما جينا هون هاي شايف، هاي المنطقة لما كونها هاي منطقة صارت مقاومة، نزل السعر اجا هون يعني هنا ما التمست الشيء، يعني ما يمكن ما دخلت انت، رجع نزل طلع هون فتحت الشمعة فوق اذا انشرى، هاي اشتريت طلع بس واضح. بيع شراء، هلا هون صار عندك منطقة شايفها، هاي هون صار عندك منطقة مزبوط، هاي صارت عندك منطقة هاي بالضبط دعم، هون شو صارت مقاومة، نزل السعر فتحت وين تحت، اذا هنا في عنا بيع، بعنا نزل السعر. لازم تستنى الشمعة قبل ما تدخل ولا عشان هيك مثلا تعرف، هنا الشمعة كسرت ففتحت فوق اذا بدخل، الشمعة وين بتفتح، فتحت فوق دخلت، فتحت فوق دخلت، هون فتحت فوق دخلت، هنا لما رجعت هون هي فاتحة فوق دخلت، هنا لما نزلت وكسرت وفتحت تحت دخلت بيع، هنا لما فتحت تحت ولمست دخلت بيع، فتحت تحت ولمست دخلت بيع، بيع بيع بيع، هنا لما فتحت فوق شراء واضح. هلا هون بدك تعدل، هذا هون طبعا دعم المقام بضلوش طول الابد، يعني هذا الخط مش بتضلك حاطه للابد، لا انت بتروح اخر شيء للشرط هون الشرط هذا، يعني هلا لو بدي احدد الدعم والمقاومة عندي هاي المنطقة لي هاي، وعندي هاي المنطقة، وعندي هاي المنطقة اللي ممكن يصلها السعر هون. هلا السعر مثلا وصل هون فتح هون فوق وهذا ترند، هي انا بشتري طلع طلع وصل هون بشتري، وصل هون فتحت برا ببيع نزل، واضح بهذا الشكل. طول عمري بسمع عن أهمية إغلاق الشموع، أول مرة بفهم ليش. الحمد لله إنك فهمت ليش يا هيثم. طبق طبق، الفرص كتيرة بالضبط، هي حكيتها فرص كتيرة. هاي الطريقة ترى بيستخدموها في موضوع السكابلينج، بيستخدموها بالعقود العالية بربح سريع وأخذ الفرصة واطلع وانتهينا، بيستخدموها في هذا الحكي. طيب ناخذ المفاجأة، كنت لسه حقولها، طيب ناخذ المفاجأة شوي. ما شاء الله عددكم 35 صح، حطوا لنا بالله كلكم رقم واحد، اشوف الكل مصحصح معاي، راح اشوف يعني 35 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25، في عندنا خمسة نايمين، 26 27، لسه ضايل عندنا ثمانية نايمين، ثمانية نايمين، في ثمانية نايمين. طيب مش مشكلة إذا الثمانية نايمين بسيطة، أوكي يعني ثمانية مقدور عليهم إذا ناموا بسيطة، راحوا على الحمام. طيب أوكي شوف يا سيدي، اليوم راح أنزل إن شاء الله، بس يفتح كمان ساعة إلا ربع اللي هو الشموع الشهرية، راح أنزل لكم تحليلات. الآن التوصيات لسه، أول ما تصير في فرصة إن شاء الله راح أبعث لكم. بعد هيك إن شاء الله راح شوي شوي بس تعلم التحليل الفني، راح نصير ندخل فرص سريعة سريعة ومجدية، تمام؟ سريعة بأهداف سريعة على الساعة زي ما انتم شفتوا، وعلى إشي أفضل راح ندخل عليهم، وإن شاء الله راح تكون في اليوم يمكن تدخل لك 5 6 فرص في اليوم الواحد، بس أهدافها قصيرة وسريعة. وراح ندخل على فرص اللي هي أهدافها كبيرة، اللي هي 100 150 200 نقطة،
وراح تكون هاي تقريبا شبه يومي أو كل يومين. راح ندخل أهداف استثمارية مرة كل أسبوع، راح ننوع أوكي، بس عمالي أنا بزبط شوي بالوقت عندي. طيب الآن المفاجأة يا حبايبي، الآن إحنا شو حكينا عن المسابقة؟ حكينا إنه أي واحد راح نفتح حساب راح يربح 250 دولار. حقيقة بعد ما فكرت فيها وجدت في ناس كتير حساباتها تسكرت أوكي، أو تلكودت، أو مش عارف مين، خسرانين يعني. شفت عندكم خسارات ما بعرف لسبب عدم إدارة رأس مالكم بشكل صحيح. قلنا خلينا نرفع شوية الفرصة للناس اللي راح يشاركوا أوكي، فرصة للناس راح يشاركوا. فالآن رفعتها حقيقة ل اللي راح يربحوا معانا خمسة، يعني رفعنا المبلغ من 250 دولار إلى 1500 دولار، إلى 1250 دولار، يعني راح يكون في عنا خمسة فائزين. أوكي، خمسة فائزين. فالآن الخمسة الفائزين هذول غدا راح تفتحوا، اليوم راح أنزل إن شاء الله أو بكرة الصبح راح أنزل إيش شروط المسابقة والالتحاق فيها وشو تفتح الحساب وكيف ترسل اللي عندي الباسورد واليوزر نيم تبعك، لكن غالبا الكل ينزل برنامج وينسور، لأنه بس راح أقبل الحساب في وينسور عشان لما أجي أعطي الفريق إنه يشوف يصحح الحسابات بده يفتح بس منصة واحدة، مش بده يفتح كل شوي منصة. فالأغلب كله راح يصير على الآن إيش 100 ألف تلقائي حساب ونصر 100 ألف تلقائي؟ لا أنت غير، شو اللي 100 ألف؟ إحنا بدنا 10 آلاف بس، بدنا 10 آلاف بس لمنصة ونصر، برنامج ونصر اللي هو منصة عادية. لا كيف ما في تغيير؟ لا لا، هي ونصر، هي ونصر. هذا حساب إيش؟ هذا حساب ديمو. هي قديش هذا الحساب؟ هذا حساب 50 ألف كان، تمام؟ هي بدي أفتح لك حساب قدامك. أوكي، ها أنتوا شايفين ولا مش شايفين؟ طب استنى استنى، أوكي، كنتش شايف إن أنتم مش شايفين. طيب هاي، ها أرجع عيد. هاي حساب الديمو، هاي أوبن أكونت، نيكست نيكست. كيف؟ الآن كالآتي، تواصلت مع شركة وينسور وحكينا لهم نعمل مسابقة إلى آخره زي هيك، فبدنا نفتح 250 دولار للخمس أشخاص. الخمس أشخاص دول ما راح يقدر يسحب ال 250 دولار، بس راح يقدر يتاجر على ال 250 دولار حساب حقيقي، بحيث إنه أنت لو جبت عليه 1000 دولار تقدر تسحب 750 دولار إلك، وال 250 دولار بضلوا بالحساب. هاي مساعدة عشان نكثر الحسابات الخمسة. جبت 20 ألف دولار تقدر تسحب ال 20 ألف دولار ما عدا ال 250 دولار، تمام؟ تاجر قد ما بدك فيه زي بونص، تمام؟ الآن على أساس إنه والله نعمل خمسة على أساس إنه يرفعهم يصيروا خمسة. هلا مدة المسابقة شهر كامل، معاك شهر كامل 10 آلاف إنك ترفعهم.
أعلى واحد في ال10,000 اللي راح يجيب هو اللي راح يكون فائز بالمسابقة، واضح؟ طبعا الآن إحنا بنحكي أعلى واحد، بعد هيك راح نعمل على إدارة رأس المال بالشكل الصحيح، حنعمل مسابقة أخرى حتكون في إدارة رأس المال، حنعمل مسابقة كمان أخرى، يعني في أمور لسه كتير إن شاء الله لقدام موجودة في داخل الجروب خبراء الفوركس. يا ريت اللي بس أنزل الإعلان إنه ينشر الإعلان حتى الكل يستفيد. أنا متأكد إنه هذا الإعلان الوحيد اللي ما راح ينتشر، عشان يصير نسبة فوزك كبيرة. طيب، هاي بالنسبة للمفاجأة. طيب، بس 5 أشخاص؟ لا، شو رأيك أعملهم 30 شخص وكل واحد 250، وبالمرة أدفع يعني 30,000 دولار؟ يا زلمة يقول الحمد لله يا زلمة، كانت 250 خلينا ناكل 5 أشخاص، صرتوا طمعانين بس 5. طيب، أنا خلصت، بديش أطول أكثر من هيك، فإن شاء الله راح أنزل كل هاي التفاصيل. إن كان التحليل بدي أبدأ أحلل إن شاء الله، بس الساعة 12 تفتح عشان أشوف الشمعة، وراح أنزل اللي هي تبعت المسابقة إن شاء الله جوا. أرجو نشر الجروب لمن أراد ولمن أحب الجروب اللي هو الموجود، أتمنى إنه ينشره. نصفاعة مع خبير يا أستاذ اليوم فيه، وإحنا الآن من الساعة 10 لهلا شو بنسوي؟ وأنا بس أجلت موضوع التحليلات اليوم لأني بدي أبعت لك إياهم على القناة، لأنه لازم أشوف الشمعة الشهرية وين راح تفتح، وين الشمعة الشهرية راح تفتح. فأول ما تفتح الشمعة الشهرية إن شاء الله راح أبعت لك كل الفرص، وغالبا راح أبعت تحليلات لكل الأزواج. أوكي؟ طيب، بعد إنك تحليل الأسترالي ونيوزيلندي لا تنسى. أسترالي نيوزيلندي من الآن بقول لك إياه هابط، لا يوجد إلا هو تماما. هذا اللي سبحان الله ما بعرف مين كان معاي في جروب تاني، في جروب أنا شطبته من عندي الجروبات، كان في شاب ما بعرف اسمه مليار أو أبو مليار والله ما عارف، فكان بيحكي على أساس إنه الأسترالي النيوزيلندي شراء. فسألته إيش ليش شراء؟ فما كان ما جاوب للشراء. قلت له ليش طب شراء؟ قال لي هو شراء وانت ايش، وانت اصلا موصي عليه انه بيع وانت اللي بتفهم. قلت له والله ما هي موضوع انت بتفهم وانت ما بتفهمش، مش هذا سؤالي، انا بقول لك والله من باب الاستفادة حتى نتبادل الموضوع، ممكن انا اغير قناعتي ممكن تغير قناعتك. فقلت له ليش يا شراء؟ فبلش دق فيا وترك نقطة البحث نفسها اللي هي ليش اشترى. مش عارف، في احد الاخوة موجودين الله يجزيه خير قال لي سيبك منه او اهدى. قلت له انا ما عنديش مشكلة، بالعكس انا هاي ببتسم، بس انه بعديها نزل قال انا هيني ربحت. بطلع رجعت على الشارت شو اللي ربحه، طلع 10 نقاط بس السوق، 10 نقاط. طب هم ال10 نقاط وهذا هو الربح؟ وبعديها شوف الاسترالي النيوزيلندي وين هلا، الاسترالي النيوزيلندي وينه؟ وين الاسترالي النيوزيلندي؟ Thank you.